مرحبا بكم. رئيس الفريق الفلسطيني في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى القائد البارز في كتائب عز الدين القسام أحمد الجعبري يقول إن إبعاد بعض الأسرى كان المخرج الوحيد لتنفيذ صفقة التبادل، وإن معظم الأسرى 41 الذين أبعدوا معظمهم من حماس، وكانوا قد شاركوا في عمليات قتل فيها 596 إسرائيليا. المعارك تتصاعد بين القوات السورية ومشقين في حمص وتمتد إلى درعا، وتعزيزات أمنية في دمشق وريفها، والمجلس الوطني السوري يهدد بطلب التدخل الخارجي لحماية المدنيين، ودبلوماسي أوروبي في دمشق يقول إن الجيش السوري منهك وبدأ يمثل مشكلة للرئيس بشار الأسد الذي يحاول القضاء بالقوة على انتفاضة شعبية تريد الإطاحة به. الزعيم الليبي الهارب العقيد معمر القذافي يعلن من مخبئه عن حكومة جديدة برئاسة وزير الدفاع، وقيادات موالية له تواصل الدعوة إلى استهداف المنشآت النفطية، وسيف الإسلام القذافي يدعو أنصاره إلى خطف الأجانب العاملين في مجال النفط. مندوب بريطانيا في مجلس الأمن يوزع أمس مشروع قرار على أعضاء المجلس يدعو الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى توقيع المبادرة الخليجية على الفور إثر توافق الدول الخمس الدائمة العضوية على نصه، وذلك بعد إدخال بعض تعديلات وتحفظات روسية. ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار بعد 30 يوما من تبنيه. رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق سامي عنان يلتقي الأربعاء وفدا يضم 5 أساقفة من مساعدي البابا جنودة، ويؤكد لهم حرص المجلس العسكري الأعلى على إقامة دولة مدنية ديمقراطية أساسها المساواة. أخيرا في هذا الموجز، السيدة الفرنسية الأولى كارلا بروني ساركوزي تلد طفلة لها وللرئيس نيكولا ساركوزي، هي أول مولودة لأي رئيس فرنسي وهو في منصب الرئاسة، وقد تمت الولادة في أحد مستشفيات باريس. وزار الرئيس ساركوزي زوجته قبل السفر إلى ألمانيا للقاء المستشارة أنجيلا ميركل ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي. وللرئيس ساركوزي 3 أبناء من زواجيه السابقين، ولزوجته كارلا الإيطالية المولد ابن من علاقة سابقة. لتفاصيل هذا الأنباء وغيرها زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم ودمتم بخير.